لوكالة الداعي نيوز، حتى الآن لم أسمع بأن وزارة الخارجية قد سلمت مذكرة احتجاج للسفير الإيراني حول ما حصل في أربيل فجر هذا اليوم، ولكن أتوقع أن تكون هناك إجراءات دبلوماسية في هذا الإطار. ما حصل فجر اليوم كان هجوما صاروخيا بصواريخ باليستية، صواريخ تسمى بفاتح 110، أطلقت من 3 منصات، من كامياران التابعة لمحافظة سنندج والتي تسمى محافظة كردستان، وتبريز التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، و كرمانشاه التابعة لمحافظة كرمانشاه، وثلاثتها ذات أغلبية كردية، وفي بعض مدن هذه المحافظات هناك خليط بين الكرد والترك، وحتى محافظة سنندج تسمى بكردستان. أبرز المنصات التي أطلقت منها هذه الصواريخ كانت من مدينة تبريز، واستهدفت بعض المباني المدنية التي لا علاقة لها لا بحكومة إقليم كردستان ولا بالجانب العسكري ولا بأي جانب سياسي. قناة كردستان 24 هي التي تضررت، منزل ومزرعة أحد رجال الأعمال تضرر. أما فيما يخص مسألة وجود مواقع إسرائيلية في داخل أربيل أو إقليم كردستان، فإن إيران هي أول من أقامت علاقات سرية مع إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي أثناء الحرب العراقية الإيرانية في إطار صفقة سلاح سميت بإيران كونترا، والسيولة المالية كانت تجمع لمنظمات الكونترا التي حاربت بها الولايات المتحدة الأمريكية الدول الشيوعية في أمريكا اللاتينية وخصوصا في نيكاراغوا. حكومة إقليم كردستان أثبتت لأكثر من مرة أنه لا توجد مواقع إسرائيلية تابعة للموساد في هذه المنطقة. هذه المسألة شماعة تعلق عليها الأطراف المنفذة لهذه الجرائم أعمالها الإرهابية. حكومة إقليم كردستان لا تستطيع أن ترد ردا عسكريا على هذا الموضوع، الرد يجب أن يكون عن طريق الحكومة الاتحادية، ولكن سوف تعمل على أساس دبلوماسي وسياسي عن طريق الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية، الحكومة الإيرانية والتحالف الدولي للخروج من هذه المعضلة. وأخيرا، إن لم تثمر هذه الجهود عن أي نتاج، من الممكن أن تلجأ لمجلس الأمن الدولي في إطار القرار 688، والذي نص على أن إقليم كردستان خط عرض 36 محمية دولية ضد أي تهديد من داخل العراق وخارجه، خصوصا منذ فترة 1991 إلى 2003، حيث كان الإقليم والعراق يقبعون تحت ظل نظام ديكتاتوري كان يهدد الجميع.